Una paja. يا الله شو هاد المكان؟ أنا وين؟ حبابي مشان الله فهمني نحن وين؟ طيب أنت شو عم تعملي؟ كل من عليها فان. طيب أنت شو عم تعمل هون؟ نبدأ رحلتنا يوم جديد ورحلة جديدة. اللي بتصحيني دي بنتي هنوش، اسمها الحقيقة هنا. دي هي السبب اصلا في شغلة اوبر. انا في الاصل اصلا مهندس معماري، بس كنت باخد 2000 جنيه في الشهر، فدول ما يكفوش مصاريف مدرستي. سيتم نقل مقابر أرض الجولف إلى مكان آخر لتتبع عملية توسعات المنطقة. الله أكبر.